اختتم مؤتمر المقاومة الإيرانية في باريس أعماله، وسجل حضورا قياسيا بحضور أكثر من 100,000 شخص من أنصار المعارضة الإيرانية. وخلال 3 أيام ناقش المؤتمر آفاق التغيير في إيران، حيث بحث سياسيون ومنظمات غير حكومية في اليوم الأخير خطر الحرس الثوري الداعم لميليشياته العابثة في أمن واستقرار سوريا والعراق واليمن وجنوب لبنان والبحرين. وخرج المؤتمر بثلاثة مطالب هي تشكيل جبهة داخلية موحدة من كافة قوى المعارضة الإيرانية لإسقاط النظام الحالي، ودعم الانتفاضة في الداخل الإيراني، وطرد قوات الحرس الثوري من المنطقة، والعمل على البديل الديمقراطي. من جانبها شددت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي على ضرورة دعم الانتفاضة ضد النظام الولي الفقيه. وقالت رجوي إن النظام غارق في دوامة الصراعات الداخلية والانتفاضة الإيرانية أخذت منحا تصاعديا، مشيرة إلى أن التوتر الاقتصادي والاجتماعي قد بلغ ذروته. وأكدت رجوي على أهمية التضامن الوطني ضد الحكم الاستبدادي، وعلى ضرورة الترابط القوي بين المضطهدين والمقاومة المنظمة، وأن حرية إيران ستحقق بالتضامن الداخلي والتعاون الإقليمي والدولي.